أخبار اليوم. أحمد، عرفني بنفسك. يعني أنا اسمي أحمد محمد السيد عبد الرحمن، لسه جاي من إيطاليا من 19، جاي أعمل ورقي والكلام ده، بقالي عايش في إيطاليا 12 سنة، بنزل كل سنة بعمل ورق الجيش بتاعي عشان أنا بدرس في إيطاليا في الجامعة. جيت كنت عند كنت متعشى عند كنت معزوم على عشاء عند خالتي، خلصت العشاء وخارج طلعت الشارع الرئيسي ورايح بيتنا، أنا وابن خالتي وصاحب صاحبي واقفين لقينا الناس ماشية بالعرب بتروسيكل مشوا قدام شوية وهم راجعين، نزلوا سبب بيسألوني بحسبهم عاوزين يسألوا على حاجة عنوان ولا حاجة، لقيتهم نازلين بسكاكين كبيرة وأسلحة وحاجات من دي، فبقول لهم في إيه والكلام دوت، ولاد خالتي جريوا واللي معايا جريوا، فأنا بقول لهم في حاجة أنا والكلام دوت، عشان أنا كنت ماسك تليفوني بتكلم فيه، فكنت اتصلت التليفون بتكلم معاهم قلت لهم في حاجة والكلام دوت، خدوني حطوني في التروسيكل دوت وغموا عليا وخدوا كل اللي معايا وقعدوا يضربوا فيا، وبعدين قالوني ودوني مكان زي جراج كده في عربيات كتير والكلام دوت، قعدوا بقى ربطوني في التروسيكل وقعدوا يلفوا بيا في الجراج ورفعوا عن الجراج، وقعدوا بقى يضربوا فيا بالسكاكين وخلوا الكلب قعد يقعد فيا ايدي ورجلي ويجري ورايا، وقعدوا يقولوا لي احنا هنوريك والكلام دوت، وقعدوا يقولوا لي احنا كنا محبوسين في الدولة، كل اللي عملوه فينا هنطلعوا عليك يا كافر. طب انت عملت لهم ايه عشان يعملوا معاك كده؟ ولا اي حاجه، ولا انا اول مره اصلا اشوفهم، ولا واحد فيهم شفته قبل كده خالص، انا اول مره اشوفهم. قلت لهم اي حاجه عاوزينها، لو عاوزين فلوس خد الفلوس، بس ما تقوليش اي حاجه، قولي انا خدها بعدين بس بعد ما ربي يكفي، وهنشوف بقى هنرجعك ولا مش هنرجعك، كل اللي عملوه فينا في امن الدوله واللي حصل لنا هيحصل لك، هنجيب اصغر عيال ويعملوا فيك اللي بيتعمل فينا. بس انا قلت لهم انا اصلا مش منين، والله انا ما عملت حاجه والكلام ده، طبعا تكذب علينا والكلام ده كله شويه، وهم ماضيين انا تاني بعد قعدوا يضربوا فيا ورشوا عليا جاز وقعدوا يسخنوا سكاكين ويعملوا في دي كده، بس شويه ممكن جايبين كلب وقعدوا يقولوا قعدوا يخلوا الكلب ده ياكل يقطع فيا ويقعد ياكل في دراعي شوية، قاموا مغمضين عينيا وربطيني ونقلوني بحاجة مش عارف ايه، اللي هو كنت عينيا مغمضة، خدوني في مكان كانوا مقررين انهم ياخدوني بيت، بس البيت دوت متهيألي ما راحوا لقوا الناس حواليه، فقرروا يودوني كفر الجبل حاجة زي كده، راحوا عند مكان بعيد رموني من فوق وسابوني لمدة ساعة كده لوحدي ومتغمض وكان دوت ومعرفتش اي حاجة، رجعوا بعديها خدوني بعد ساعة حطوني في عربية نص نقل، ربطوني بطانية من فوق وبعد كده حطوا عليا تلاجة وعفش والكلام دوت عشان محدش يوقفهم ومحدش يعرف اللي انا والكلام دوت، وانا كل ده مربوط ايد ورجلي وعيني وحاطين اوبن بوك، لغاية ما وصلت مكان قرية في الفلاحين، دخلت القرية دي أول ما وصلت الصبح الساعة 7، أول ما وصلت القرية دي نزلوني، فشفت ليا شفت ناس يعني بعيمة من الكلام دوت، عرفت ليا في الفلاحين بس فين بالظبط معرفش، دخلوني في أوضة كبيرة الأوضة ديت مفيهاش أي حاجة، وكل شوية بقى كان واحد فيهم ماسك سلاح، واحد ماسك فيهم مطوة اللي هو ضرب المطوة ديت، بعديها بقول له عاوز اتنفس أو ضربني المطوة ديت قال لي متتكلمش، بس مسكوا لي سلاح وكل شوية بقى يخش حد يضرب مثلا بفاس بحاجة زي كده على رجلي على أي حاجة، اخرس يا كافر انت اللي مظلمين، انت اللي مخبين البلد والكلام ده كله. هو انت ليك اي اتجاهات سياسية يا احمد؟ خالص انا ما اعرفش اصلا اي حاجة، انا من بقالي 12 سنة عايش برا مصر، فبدرس وما عنديش وقت ولا اتفرج ولا اي حاجة، ولا نزلت انتخابات ولا اعرف اي حاجة، بس قعدوا شوية كده وقالوا لي طب نتكلم مين، ولا قول لهم احنا عاوزين فلوس والكلام ده، كلمت بابا وماما قلت لهم بحط لهم فلوس وتعالوا بسرعة خدوني عشان لو مجبتوش فلوس هيموتوني، قالوا لي طيب وكلام ده، قال لي طيب هنعمل لك فلوس ونجيبها لك، فقال هم شويه خدوا التليفون وقعدوا يتكلموا مع اهلي، رجعوا تاني قالوا لي كلم اهلك قول لهم لو جابوا حد هنأذيك، المكان كله في ناس مراقبينه والكلام ده، لو جابوا اي حد تاني هنتبهدل والكلام ده، قلت لهم ماشي،